الرسم كتير ساعدني إني ورجي العالم عن اللي صار بسوريا. قريباً الملجأ الوحيد في... مرحبا، أنا اسمي إسلام. نحن أجينا على تركيا لكتير أسباب، وأولا الحرب، ثانياً عدم الاستقرار. كرت الهلال بيساعدنا إنه نلبي احتياجاتنا الأساسية مثل احتياجات المدرسة. الرسم ساعدني كثير لحتى طالع حالي من كثير حالات. بالمستقبل حابة أعمل معرض أعبر فيه عن اللي صار بسوريا وورجي أكبر عدد من العالم.